دكتور علي فرجالله مدير إدارة الأسنان مركز الأسنان التخصصي بورسعيد، ده أحد المراكز الثلاثة على مستوى الجمهورية، بيضم 13 عيادة متخصصة الأسنان، وبيضم جناح عمليات، بيضم معامل للأسنان وأقسام للإشعة، وكل التخصصات اللي موجودة في الأسنان موجودة عندنا في هذا المركز. يعني تقويم الأسنان، زراعة الأسنان، يعني الحاجات اللي كانت ناقصة عندنا في المراكز بتاعة وزارة الصحة كملناها في هذا المركز. كل حاجة موجودة. المركز ده فيه نسبة للعلاج المجاني، وهنتعاقد إن شاء الله مع التأمين الصحي، وهنتعاقد مع كل الشركات وكل المصالح الحكومية في بورسعيد.